سجن، محاولة قتل، تعذيب نفسي، رجل واحد، صحفي واحد هز عرش الولايات المتحدة. مستنداته أصبحت مرجعاً وعرت حقيقة أمريكية مزيفة. تحت قوس المحكمة تضغط واشنطن لسحبه من لندن ومحاكمته على أراضيها. هل تنجح؟ في المشهد خاص الليلة نتحدث عن جوليان أسانج وتطورات محاكمته مع ضيوفنا ليا أزي، فوغن سميث وأيمن سلامة. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من المشهدية خاص التي نتحدث فيها عن هذا الرجل الذي شغل العالم، أكان قبل اعتقاله وحتى خلال اعتقاله وحتى خلال وجوده أيضا في سفارة الإكوادور. جوليان أسانج غير مفاهيم كثيرة في الصحافة وأيضا في مقاربة الأنظمة. أرحب بضيوفنا ليا أزي، أهلا بك معنا، سيد فوغن سميث أيضا من لندن، ومن القاهرة دكتور أيمن سلامي. معكم سوف نتطرق إلى جوانب متعددة من حياة هذا الرجل وما يحدث معه الآن، خصوصا مع استئناف محاكمته في لندن. لذا سأبدأ معك سيد سميث. أنت تعرف جوليان أسانج بشكل جيد، متابع لقضيته، متابع لكل تطورات المحيطة طبعا بمحاكمته. نريد أن نعرف منك الآن أين أصبحت هذه المحاكمة، كيف تتم يعني إدارتها يعني طبعا خلال فرق المحامين. نعم تفضل. أولا شكرا على استضافتي وعلى دعوتي للمشاركة في هذا الحديث الهام. ما يحصل اليوم هو أننا أمام محكمة يعني خاصة قبل الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن ما زلنا في مرحلة مهمة جدا. واليوم بالنسبة إلى تطور الأحداث، نحن نستمع إلى الدفاع، إلى جانب الدفاع ومحامي السيد أسانج يستحضرون عددا من الشهود، ومنهم كلايف سميث مثلا والبروفيسور مارك فيلستاين وعددا من الأشخاص الذين يحاولون تفسير وتبرير أهمية عدم إرسال السيد أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن المحاكمة خاصة كما قلت سيد سميث. لذا سأنتقل من هنا إلى دكتور أيمن سلامي لأسألك، أعتقد هذا السؤال يطرحه الجميع، هل هذه المحاكمة ستكون فعلا محاكمة قضائية أم محاكمة مسيسة؟ حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نزعم بأن القضاء البريطاني تحديدا الموالي للولايات المتحدة الأمريكية سيكون قضاء عادلا مستقلا حرا، ولن يزعن للضغوطات السياسية سواء كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو من السلطات التنفيذية البريطانية، لأن هناك أمور عديدة لابد أن نضعها في الاعتبار. هل فعلا القضاء البريطاني ورسالتي هذه موجهة لفريق دفاع السيد أسانج، هل سينظر النظرة القانونية الواجبة للمركز القانوني لأسانج باعتباره في المملكة المتحدة وليس باعتباره في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيفحص القضاء البريطانيون سواء في هذه المحاكمات الأولية أو في الاستئناف لاحقا، هل سينظرون ما إذا كانت الاتهامات الجنائية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية وعددها 18 اتهام جنائي لها مرادف، لها مقابل في التشريعات العقابية البريطانية؟ لا أعتقد أن هذه الأمور الفنية الدقيقة ستكون مهمة بمكان. وأود أن أختم بمسألة مهمة جدا، كيف المملكة المتحدة ستقبل سلطاتها القضائية بتسليم أي متهم أسانج أو غير أسانج إلى دولة تمارس التعذيب بشكل ممنهج بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة كافة ضروب التعذيب عام 1984؟ وأيضا البريطانيا حتى هذه اللحظة ملتزمة بالقانون الأوروبي لتسليم المتهمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، يحظر على المملكة المتحدة وكافة الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة بتسليم متهم
إلى دولة يمكن أن تمارس ممتاز التعذيب بحقه دكتور. أو على خلفيات سياسية. الأسئلة التي طرحتها يعني لن تختم بها، سوف نتحدث عنها طيلة هذا مفهوم. الحوار، لأنه نريد أن نفهم منك حقيقة مسألة القانون الدولي، القانون البريطاني، القانون الأوروبي، ماذا سيحل أيضا بأسانج في حال تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني في جوانب قانونية دقيقة فعلا نريد أن نفهمها. ولكن سأنتقل الآن إليك ليا، أنتم في صحيفة الأخبار، طبعا أنت تكتبين في صحيفة الأخبار، يعني هذا أمر معروف، تابعتم وثائق ويكيليكس، تتابعون قضية جوليان أسانج بشكل حثيث، رغم أن الصحافة العالمية أو الجو العالمي العام هو راهنا ضد هذا الرجل، مع يعني طبعا سنتحدث عن ما قدمه ولماذا هو يزعج الأنظمة والصحفيين التابعين للمينستريم. إنما الآن كيف تتم متابعة محاكمته من خلال أنتم عملكم الصحافي؟ من خلال أولا خليني أوضح أنه نحن بالأخبار مش بس تابعنا وثائق ويكيليكس وجوليان أسانج، نحن كنا شركاء ويكيليكس بنشر الوثائق. ويكيليكس اختارتنا بكرمالتا نحن نكون عم ننشر معه، أولا لأنه منلتقي نحن وياهم إيديولوجيا وبالفكر السياسي، وثانيا لأنه في ثقة متبادلة، فكان في اتفاق شراكة أنه نحن وياهم بنكون شركاء بنشر الوثائق السرية. اليوم عم تتم متابعة قضية جوليان أسانج بالجريدة، مش بس كأنها قضية صحفية أو هو كصحافة معتقل ببريطانيا، لأنه قضية جوليان أسانج ما بتخص بس شخصه ولا بتخص بس الصحافة، هي قضية حريات وهي قضية بتعني كل إنسان مؤمن بحرية الوصول للمعلومات، وبحقنا أنه نعرف الولايات المتحدة الأمريكية كيف عم تتصرف معنا وشو عام بتخطط. هيدي قضية رأي عام. طب الرأي العام العالمي غير صحيفة الأخبار، طبعا الوثائق ترجمت وأحدثت زلزال يعني بكل ما الكلمة معنى، كان في لبنان أو حتى في الدول العربية، صح. بس الآن الصحافة العالمية في اهتمام بالمحاكمة، بمتابعة المحاكمة بحسب مراقبتك أنت ملاحظة أنه في اهتمام بهذا الموضوع؟ أبدا. ليش؟ لأنه ما بيسترجوا أنه لا يجرؤون على تخطي ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية مسا بمصالحها. لهيك قضية اليوم في خذلان لجوليان أسانج من قبل الصحافة يلي بتعتبر نفسها حرة، ويلي بتعتبر أنه هي قائدة حريات، تعتبر أنه هي حقها توصل للمعلومات. ولكن لما صارت القضية قضية ولايات متحدة وجوليان أسانج، كان في تخاذل بهذا الموضوع، ترك وحيدا الرجل. اليوم عم بيتحاكم وحيدا إلا من بعض الأشخاص يلي هن مؤمنين بالخط يلي هو عم ينتهجه. ولكن طبعا هذا عار على الصحافة العالمية يلي هي رائدة تعتبر نفسها بأنها تركت جوليان أسانج وحيدا. انطلاقا ما تقولينه ليا، سأذهب إليك سيد سميث، أنت طبعا صحافي مستقل تعمل بشكل مستقل، هل توافق ما تقوله هنا ليا على أن فعلا في خذلان لأسانج اليوم على المستوى الصحافي، على المستوى الإعلام العالمي؟ نعم نعم، في يعني أوافق على هذا الرأي بمعظمه، وأظن أن الجزء من الصحافة الذي خذله هو فعليا من دولتي في أمريكا، بما أن الصحف الأوروبية مثلا وبعض الصحف الأخرى كما ذكرتها أدت دورا رائعا وإيجابيا جدا، وأظن أن دولتي بشكل خاص هي التي خذلت جوليان أسانج. وهناك عدة أسباب لهذا الموضوع. أولا، ما فعله جوليان أسانج مع ويكيليكس هو أنه نشر كما هائلا من المواد والوثائق والمعلومات، مما حصد مقاومة من بعض الصحفيين، وبالتالي رأيتم مثلا عددا من المقالات التي نشرت، وأحد أشهرها هو مقال في نيويورك تايمز يتحدثون فيه عن نظافته الشخصية، وذلك لا يمت بأي صلة إلى الموضوع الذي نتناوله، وذلك لم يكن منصفا. أنا أعرف جوليان جيدا لأنه عندما كان في المحكمة منذ 10 سنوات تقريبا قدمت له يعني عنوان سكن. وبالنسبة إلي من المؤسف جدا أن نرى كيف أن الصحفيين اليوم لم يتمكنوا من تخطي بعض
بعض هذه المخاوف، وعدد من الصحفيين في دولتي وحتى في مختلف أقطاع العالم فعلوا بالمثل، وهناك نوع من النفاق في دولتي، ولا شك في أن العديدين يوافقونني الرأي في هذا الموضوع، لأننا خذلناه وخذلنا نفسنا. وأود أن أختتم هنا بالقول، المحاكمة اليوم تتعلق بالعمل الذي قام به جوليان مع ويكيليكس بما يتعلق بتشيلسي مانينغ، تسريبات تشيلسي مانينغ والتي حصلت منذ 10 أعوام. إدارة أوباما قررت عدم المحاكمة، وبالتالي هذا موضوع سياسي بحت، وهو جزء من هجمات دونالد ترامب على الصحفيين، وهذا أمر يجب أن نخافه جميعا، بما أن هذه الدولة التي تزعم بأنها رائدة في هذا الموضوع تساهم في فقدان نزاهة الصحافة لديها وتحاول مهاجمة حرية التعبير وحرية الرأي. وأنا أعتبر ذلك أمرا صادما، أننا لا نولي اهتماما كافيا للموضوع، وهذا أمر مقلق ومحبط في الوقت نفسه. ربما القلق يأتي من المصلحة، يعني الصحافي أيضا هو موظف في مكان ما، يمكن أن يطرد، وحصل الكثير من النماذج عن صحفيين تجرؤوا على أن يتحدثوا وطردوا من مكان عملهم. سوف نناقش هذا الموضوع بعد قليل بشكل مفصل أكثر، ولكن ما أنا دخلنا في تفاصيل المحاكمة دكتور سلامة، على أي فرضية الآن يعمل المحامين؟ يعني وفي نص قانوني معين يعملون عليه لمنع تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية؟ بس أخبرنا شوية تفاصيل قانونية لنفهم ما الذي يحدث. أهم مسألة التي تحظر تسليم الملاحقين من الدولة المطلوب منها وهي المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة أسانج، هو حظر التسليم على جرائم سياسية، يعني على خلفية جرائم سياسية. هذا يعني إذا أثبتت هيئة الدفاع أسانج بأن هذه الملاحقات الأمريكية خلفيتها سياسية وليست خلفية جنائية، وأن هذه الجرائم أيضا لا تعد أن أسانج هو الذي قام بالسرقة، ولكن قام بنشر بيانات سرية مهمة بشكل مؤسسة على أو مبعثها السرقة من زميلته أو عشيقته أو صديقته الأمريكية، فتستطيع هيئة الدفاع أن تضحد أي مطالبات من الولايات المتحدة الأمريكية، في معظمها هي مطالبات سياسية، والبعض في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعتبرون أن ملاحقة أسانج باعتباره أو بوصفه ليس مجرما أو متهما جنائيا، ولكن متهما سياسيا باعتباره عدو لدود للرئيس الأمريكي الحالي ترامب، لأنه فضح كل الانتهاكات أو معظم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للولايات المتحدة الأمريكية، سواء إبان احتلالها للعراق، إبان احتلالها لأفغانستان. هناك مسألة أخرى أيضا أثرتها هيئة الدفاع، وهي المسائل الصحية للمتهم ذاته، وإثبات أن كانت هناك شبه تعذيب نفسي من جانب السلطات البريطانية في فترة احتجازه العام الماضي منذ عام 2019 حتى. تستطيعون إثبات هذه المسألة؟ يعني هون في اتهام مباشر للسلطات البريطانية بمعاملة لا إنسانية مع موقوف. هو قدم تقارير معينة وقدم ثبوتات معينة إلى لجنة خاصة من الولايات المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، زارته في محبسه في السجن البريطاني، وأثبت أسانج لديها بأنه فعلا في هذا العام تحديدا، وفي كان احتجازه ليس بطريقة لا ملائمة بدنيا ولا ملائمة نفسيا لأي متهم عادي أو حتى متهم جنائي، ولكن في نظري أنا الشخصي ومن وجهة النظر القانونية، على هيئة الدفاع لأسانج أن تضحط كافة الاتهامات وتثبت للمحكمة البريطانية
أن هذه الاتهامات الأمريكية ليس لها مثيل وغير موجودة بحذافيرها في التشريعات البريطانية، وأن هناك نظرة موسعة للولايات المتحدة الأمريكية تختلف عن كافة نظرات معظم الدول في مسألة فنية، وهي مسألة تسليم المجرمين السياسيين أو حتى تسليم المتهمين بشكل عام. طيب سأسألك بعد قليل عن موضوع الولايات المتحدة بشكل أساسي، القانون وكل ذلك، بس وأنت تتحدث كانت لي عم تقول شغلة مهمة هنا في الاستوديو أيضا، يعني إضافة هو بالمناسبة، يعني إذا استذكرنا قليلا ما سربته ويكيليكس في 2016 قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، هو كان اتهام له بأنه خدم دونالد ترامب، لأنه كشف المراسلات التي يعني في إيميل هيلاري كلينتون. بس كنت عم تقولي لي أنه أسانج هو عدو للدكتور، كان عم بيقول الدولة العميقة بشكل عام، ليس فقط لشخص ترامب. صح، الدكتور كان عم بيقول أنه جوليان أسانج هو عدو دونالد ترامب. جوليان أسانج هو عدو دولة العميقة بالولايات المتحدة الأمريكية، مش بس دونالد ترامب. يعني إذا تغير دونالد ترامب أو بقي سيبقى طبعًا التعامل الأمريكي معه بنفس الأسلوب؟ طبعا، ضغوط السياسية أصلا هي ما مبلشة من أيام دونالد ترامب، يعني جوليان أسانج مطلوب من قبل، من أيام أوباما ومن قبل، وحتى رح يضل مكفى. لأنه بس يمكن كان يقصد دكتور سلامة أنه لأنه اليوم ترامب هو يعني سياسته متطرفة مندفع أكثر من أوباما، يعني يريد محاكمته، أليس كذلك؟ هو أقل دموية من باراك أوباما، أقل دموية دونالد ترامب، يعني اليد الناعمة كانت لباراك أوباما. هذا يعني وجهة نظر. بس ليا، بالنسبة للدولة العميقة، خلينا ندخل شوي بتفاصيل هذا الموضوع. كيف أزعج أسانج هذه الدولة العميقة؟ في أمور ما كان بدها إياها تنعرف أو تنعلن، بس أعطينا تفاصيل أكثر. في شيء لما يلتقى مسؤولين أمريكيين مع مسؤولين من مختلف بلدان العالم، إن كان بلداننا نحن دول العالم الثالثة أو البلدان اللي بتعتبر نفسها متطورة، عادة بيصدر بيان من بعد اللقاء وبحثها في جولة أفق. جوليان أسانج إجا يخبرنا شو هي جولة الأفق، ولا مرة حدا إجا قلنا هن شو بيحكوا. جوليان أسانج إجا يخبرنا هي جولة الأفق، كيف أمريكا بتكون عم تتنصت على زعماء العالم، كيف أمريكا عم بتخطط لتقتل أبرياء ولتقتل مواطنين، كيف عم بتخطط لتحتل بلدان، كيف بتتعاطى مع سياسيين بغير بلدان على أنهم هن عبيد عندها ومنفذين لسياستها، منن حتى بموقع الحلف وهن بموقع الخدم عند الولايات المتحدة الأمريكية. فطبيعي جوليان أسانج أنه يكون عم يزعج الولايات المتحدة، عم يكشف الشيء. المعلومات هي سرقة ليا؟ المعلومات هي سرقة؟ يعني هو أخذ شيء يمكن يهدد الأمن القومي لدولة معينة، سرق ما لا يمكن أن يأخذه، يعني أو ما لا يجب أن يأخذه. عمل هو يعني من أرقى الأعمال اللي ممكن يعملها إنسان، إنه خلينا نوصل لوثائق بتتيح لنا الدفاع عن النفس. في حدا عم يجي يقتلنا، جوليان أسانج إجا عم بيحط بين إيدينا الوثائق يلي نحن عم بدين القاتل، وعم تسمح لنا إنه نحن كيف نتصرف دفاعا عن النفس. بالولايات المتحدة وبالغرب مش في مؤسسات بتكرم صحفيين على عملهم الاستقصائي وبتعطيهم جوائز؟ هيدي المؤسسات من وين تمويلها؟ من المؤسسات تبع الدولة العميقة تبع بلدان الغرب. ليش مسموح، ليش مثلا تمجد ووترغيت، وليش بده تدان ويكيليكس؟ حلوة هالمقاربة. يعني نعود هنا إلى المسألة السياسية سيد سميث، واللي أنت أيضا تحدثت عنها. السلطات البريطانية اليوم في عين المراقبة، يعني خصوصا القضاء البريطاني. أنتم كمتابعين، هل تعتقد أن هذه المحاكمة سوف تكون فعلا نزيهة؟ للأسف أنا حذر جدا من هذه المحاكمة، وأنا قلق جدا إزاءها، وقد شعرت بهذا القلق عندما شعرت بأنها أصبحت مسيسة، وقد شعرت بالقلق مثلا بالنسبة إلى محكمة القضاة. أحد القضاة لديها زوج، لديه روابط مثلا،
بالخدمات الأمنية والعسكرية في البلاد، وبالتالي هذا كان أحد مؤشرات الخطر بالنسبة إلي. ونظرا إلى أنني تابعت موضوع جوليان لعدة سنوات، نرى أن هناك بعض الأمور غير المنطقية. في كل مرة يحصل الأسوأ على الصعيد القانوني لجوليان لسبب ما. هذا يحصل مرارا وتكرارا، وبالتالي يبدو واضحا بالنسبة إلي أن هذه محاولة انتقام، وهي محاولة لردع الأشخاص المشابهين لجوليان أسانج. وأظن أن السلطات البريطانية تدعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، يحاولون أن يردعوا الأشخاص الذين يريدون أن يقومون بما فعل به جوليان أسانج. ما فعله أسانج هو أنه سلط الضوء بالنسبة إلى الرأي العالمي على الأمور التي يجب أن ننتبه إليها والتي لم نكن ننتبه إليها من قبل. وبطبيعة الحال عندما تشعر بعض الإدارات بالتهديد تحاول الانتقام، وبالتالي نحن لم نحصل على هذا الحق، حق الوصول من المعلومات من قبل. وهكذا نرى اليوم جوليان أسانج يتعرض لأحد عشر عاما من الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، وهكذا كل المنظمات العالمية خاصة مثلا الأمم المتحدة تسعى للعمل فيما يصب في مصلحة أسانج. وبالتالي جوليان لا يتلقى، يمكنني القول بكل وضوح أن جوليان لا يتلقى نفس المعاملة القانونية ونفس الإنصاف القانوني الذي يحصل عليه المواطنون الآخرون أمام المحاكم البريطانية، وذلك صادم بالنسبة إلي وأنا مقتنع به بالكامل. تماما. ربما الفضيحة الكبرى هي ما حصل في السويد والاتهام له يعني مسألة الاغتصاب وكل ذلك، وتم إسقاط القضية وتبين أنها ملفقة وهدفت فقط إلى تشويه سمعته. قبل أن أذهب إلى فاصل، بس سيد سميث، في يعني سؤال يجب أن أسأله، ربما كان يجب أن أسأله منذ بداية الحلقة. كيف حاله في السجن؟ كيف حال أسانج الآن؟ نحن نقرأ في الصحف أنه حاله سيء، بس أريد أن أعرف منك أنت كمقرب منه. جوليان اتصل بي ثلاثة مرات على الهاتف من السجن، وذلك أمر صعب بالنسبة إليه، يحتاج إلى المال لإجراء هذه الاتصالات، كما أن هذه الاتصالات ليست خاصة. واتصل بي قبل شهرين تقريبا، ولكنني مقتنع بأنه إذا سلم إلى أمريكا سوف ينتحر، بما أن حالته رديئة جدا. وخلال أزمة وباء كوفيد أو كورونا فيروس ترك في زنزانته أكثر من 23 ساعة في اليوم، والموظفون كما تعرفون كانوا يذهبون إلى المنزل للحجر، وعدد الموظفين في السجن لم يكن كافيا. وعلما أن جوليان أسانج ليس رجلا عنيفا، وهو في سجن يدعى بالمارش، وهو يحتضن أحد أكثر المجرمين البريطانيين عنفا في البلاد، وبالتالي لم يتم تسريحه كما تعرفون، وذلك مذهل بالنسبة إلي، بما أن معظم الدول سمحت لبعض الأشخاص بالخروج من السجن على الأقل بشكل مؤقت. إذن جوليان أسانج في حالة سيئة جدا، وأنا قلق إزاءه. ولكن عندما تحدث معي شدد على الحديث عن مشاكلي أيضا وليس فقط مشاكله. إذن هو متعاطف ومتفهم جدا، ولكنه يعاني من هذه الأعمال المجحفة بحقه، وبالنسبة إلي هذا أمر صادم. يحاول تناول بعض الأدوية لتحسين مزاجه وحالته، وليس واضحا ما إذا هو يختار هذه الأدوية أم تعطى إليه بالقوة، ولكنني قلق إزاءه طبعا كما قلت. وهناك شعور بعدم الإنصاف، هو يشعر به وأنا أشعر به، وهو شعور كبير جدا. كل يوم جوليان يستيقظ مقتنعا بأن العمل الذي قام به ساعدنا جميعا على فهم العالم الذي نعيش فيه أفضل، وبالتالي فإن استهدافه والإجحاف بحقه أمر غير مقبول. في الأمس في المحكمة أمره القاضي بالسكوت عندما أراد جوليان أسانج التحدث، وبالتالي نرى من هذه التفاصيل الصغيرة مدى شعوره بالإحباط، كما أن فريقه القانوني محبط وغاضب جدا لأنه لا يتمكن من التواصل مع أسانج بشكل متواصل وعندما يريدون.
وهناك أدلة دامغة وواضحة على أنه يتعرض للتنصت من قبل مقاول إسباني يعمل لدى الأمريكيين. إذن فريق أسانج القانوني يتعرض للتنصت وفي سجنه طبعا ليس لديه وصول إلى المعلومات وإلى حاسوبه، وخاصة خلال أزمة كوفيد. حتى قبل هذه الأزمة كان من الصعب جدا أن يصل إلى فريقه القانوني، وأسوأ من كل ذلك فجأة القاضي سمح للأمريكيين بإضافة 18 تهمة، ولم تتسنى للدفاع الفرصة أن يطور قضيته. يعني فجأة قبل هذه القضية يحصلون على هذه التهم الإضافية والتي غيرت هذه القضية جذريا. وعادة أو بالأحرى هذه التهم تشير وتقترح أن جوليان شارك في الاستحواذ على هذه الوثائق وحث عددا من الأشخاص على تسليمها إليه. ومن السهل الدفاع ضد هذه الاتهامات، ولكن ذلك غير منصف أن لا يعطى الوقت الكافي لفريقه القانوني أن يحضر لهذه الاتهامات. هذه كلها تضع علامات استفهام فعلا عن مدى قانونية المحاكمة. يعني أعتقد أننا يعني كل ما تقدمنا أكثر في الحوار نجيب على السؤال الأساسي، هل هذه المحاكمة هي قانونية قضائية فعلا أم محاكمة سياسية؟ لكن عندك تعليق قبل ما نذهب إلى البريك؟ أنا مصدومة أنه أستاذ سميث مصدوم من تصرف الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا الرجل هو ليس متهم عم يخضع لمحاكمة مفروض نناقش فيها إذا قانون الإجراءات بحقه ولا لا. هذا معتقل سياسي. بريطانيا عم تلعب دور الحليف التابع ومنفذ سياسات الولايات المتحدة، مش الحليف حتى. قضيته بتعرفي شو بتشبه نوعا ما قضية جورج إبراهيم عبد الله بفرنسا. جورج إبراهيم عبد الله مفروض من 2013 يكون بلبنان خارج الحبس، ولكن فرنسا نفذت أوامر إسرائيلية أمريكية بأنه جورج يبقى بالسجن. جوليان أسانج هو شبيه لجورج إبراهيم عبد الله، بفرق بسيط أنه الغرب بمجد حق الوصول للمعلومات ونشر الوثائق والصحافة الاستقصائية. فإذا بدنا نحكي هيك بالقواعد، جوليان أسانج ما خرق قواعد الليبرالية. بالعكس، هو قام بعمل يفترض أنه مكرم ببلاده. طب سنذهب الآن إلى فصل قصير جدا ونعود لنتحدث أكثر عن أسانج، عن هذه المحاكمة وعن تفاصيلها، لأنه طبعا نريد أن نعرف بعد معلومات أكثر، وعن مستقبل ويكيليكس. مشاهدينا، هذا سؤال كبير ومهم، مستقبل ويكيليكس والصحافة الحرة في العالم. فاصل ونعود. So the question as to what sort of information is important in the world, what sort of information can achieve reform, and there's a lot of information. So information that organizations are spending economic effort into concealing, that's a really good signal that when the information gets out, there's a hope of it doing some good, because the organizations that know it best, that know it from the inside out, are spending work to conceal it. And that's what we've found in practice, and that's what the history of journalism is. إذا دخلنا في المشهد الثاني مشاهدينا مع ضيوفنا، نتحدث عن جوليان أسانج. طبعا الكثير من الحلقات أجريت عنه، عن أهميته، عن ما كشفه، عن التغيير المعايير والرؤى أيضا في العالم لكل شيء، لكل القضايا، لأيضا الكثير من الأمور التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ربما أن تخفيها، الحقائق التي حاولت أن تخفيها. أعود إليكم ضيوفنا، ليا أزي صحفية في صحيفة الأخبار، سيد بوغن سميث المقرب والصحافي المستقل أيضا من لندن، ومن القاهرة دكتور أيمن سلامة. والآن سأبدأ معك دكتور سلامة، لأنه حكينا كتير أمور. يعني الفريق القانوني كما قال لنا أستاذ سميث لا يمكن أن يجتمع معه، في تواصل غير حثيث مع المتهم، إضافة 18 بند تحدثت عنهم، بس كمان هيك الإضافة السريعة يعني لي 18 تهمة. كل الأسلوب في التعاطي معه هو أسلوب لا إنساني من قبل السلطات البريطانية. في مجال الطعن بما تقوم به بريطانيا؟ في جهة دولية يمكن أن تتدخل؟
هل هذا يحتاج إلى قرار سياسي، إرادة سياسية معينة من دولة معينة مناهضة لأمريكا؟ ماذا؟ نعم، بس يعني أنا أود أن أسلط الضوء على التساؤل المهم، وهو مسألة ضمانات المحاكمة العادلة في بريطانيا، وذلك وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، وأيضا ظروف المحاكمات. في مسألة مهمة جدا وهي قرينة البراءة للمتهم. أي محكمة وطنية إقليمية دولية على قضاتها واجب التزام قانوني رسمي افتراض قرينة البراءة لدى المتهم منذ بداية التحقيقات والمحاكمات وحتى لحظة النطق بالحكم. وأيضا في مسألة مهمة جدا ضمانها، وهي أنتوا تحدثتوا والضيوف الكرام بإفاضة وبسداد وبرجاحة، وهي مسألة تساوي الأزرع أو تساوي الأسلحة لدى كل من فريق الدفاع للمتهم أسانج وفريق الادعاء من المدعين البريطانيين وحتى من القضاة البريطانيين. نعم. على هيئة المحكمة أن توازن وتقيس وتساوي ما بين حقوق أسانج المتهم وفريق دفاعه في الاطلاع على كافة الاتهامات والادعاءات والأدلة، وحقوقه أيضا في مسألة مهمة أمام المحكمة الآن ثم محكمة الاستئناف، بأن أسانج وفريق دفاعه لديهما الحق في ما يسمى بالإنجليزية cross examination before the trial itself before the court، وهي أنهم يقوموا بفحصي واستجوابي والتحقق من الأدلة الإدعائية، الأدلة وشهود الإثبات ضد أسانج أمام هيئة المحكمة. هذه الأمور مهمة جدا، لأننا لا نتحدث الآن أمام المحكمة البريطانية حول الخلفيات الاتهامية، ولكن نتحدث عن ظروف المحاكمات. نعم. وعدالة المحاكمات دكتور. إذا كانت منقوصة عفوا دكتور، اوكي سوري عفوا انا عم بقاطعك بس لانه استعجلك كرمال الوقت. في سؤال مهم جدا، طب واذا تسلم للولايات المتحدة الأمريكية ما الذي سيحدث؟ يعني إذا ببريطانيا نفس الشيء مثل أمريكا، يعني يحدث نفس الضغوطات ونفس طريقة التعاطي، ماذا إذا؟ أمام الولايات المتحدة الأمريكية فريق دفاع أسانج وأسانج ذاته لابد أن يتحدث عن القانون والتشريعات الجنائية الأمريكية التي تفرق ما بين سرقة المستندات السرية وإفشائها وما بين حوزة ونشر مستندات مسروقة. يعني في أمريكا أصعب المسألة؟ المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية لا نستطيع أن احنا نتنبأ بها إلا بمستوى فريق وخبرة الخبرة القانونية لدفاع أسانج. أهم حاجة لسانج أمام الولايات المتحدة الأمريكية أن يثبت مسألة. نعم. أن هذه الاتهامات أو معظمها هذه الاتهامات الجنائية وعددها 18. نعم. هي تخالف وتنتهك انتهاك صارخ بعد إذنك وفاضح للتعديل الأول للدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحظر أي صياغة أو إعداد لتشريع داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية يقيد من حرية التعبير وحرية الصحافة. هذه مسألة مهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. إذا كنتم تتحدثون عن المقاضاة أمام قضاء أمريكي. في الواقع في خوف تخوف آخر، هو مسألة يعني الاغتيال في السجون الأمريكية. يعني مثلا في كثير من القضايا لشخصيات إشكالية في الولايات المتحدة الأمريكية توفيت بظروف غامضة جدا. يعني آخر قضية هي قضية أبستين مثلا. طيب ليا سأعود إليك في لأنه العنوان هذا المشهد نحن وضعناه نهاية ويكيليكس،
إذا انتهى جوليان أسانج تنتهي ويكيليكس حكما؟ ليش بدأ تنتهي ويكيليكس؟ ما بعرف عم بسألك. بضل في أحرار بالعالم. لأنه الاستهداف لشخص لرجل هو طبعا رمز أوكي، بس هو أيضا محرك وملهم. صح. ينتهي أسانج ينتهي نهج أسانج. وهن أصلا يعني الضغوط ما بس كانت على شخص أسانج، كان في حصار مالي على موقع ويكيليكس. ووقتها أسانج دق الناقوس بأنه احتمال أنه ما بقى ينزل وثائق بسبب هيدي الضغوطات يلي كان عم يتعرضوا لها، إن كانت التهديدات الجسدية ولا الملاحقة القانونية ولا حتى الحصار المالي. أكيد رح يكون في تحدي كتير كبير قدام ويكيليكس أنها تكفي، خصوصا أنه قبل ما يوصلوا له الوسائق لقلو جربوا أنه ينشرون عبر نيويورك تايمز وغير وسائل أعلام أمريكية ورفضوا. فاليوم هيدا التحدي أنه ضل وثائق ويكيليكس عم تنشر حتى لو جوليان أسانج كان بالسجن وحتى لو تسلم للولايات المتحدة الأمريكية. وضل هيدا عم تنشر والناس عم تعرف شو عم بيصير شو عم بتخطط الولايات المتحدة حتى لو العالم. لم تنشرها وسائل الإعلام العالمية يعني اللي هي طبعاً. تتحكم فعلا بشكل أو بآخر مزبوط. بالحقيقة مزبوط. سيد سميث، يعني استطاعت أمريكا أن تنهي جوليان أسانج بشكل أو بآخر، تستطيع أن تنهي أيضا الوثائق، الحقائق، المدرسة التي أسس لها؟ سيد سميث. هذا سؤال مهم جدا، وقد طرحت عليه هذا السؤال وقال لي لا تقلل أبدا من شأن أهمية كل مواطن، كل واحد منا لديه حاسوب في يديه وهو الهاتف المحمول، والتحدي اليوم هو كيف نستفيد من هذه القدرات التي لدينا، هل أن هذه الحواسيب تخضع إلى سيطرة الدولة أو إلى سيطرتنا الخاصة؟ وهو لم يكن متأكدا من الجواب على هذا السؤال، الوقت مبكر جدا للإجابة عليه، ولكن من الواضح اليوم أن ما فعله جوليان أسانج هو أنه مهد الطريق للآخرين لكي يقلدونه إذا صح القول ويواصلون هذه الطريق. والمهم جدا في هذه القضية هو ما تحدده للمستقبل، فإذا تمكنت أمريكا من الحصول على جوليان أسانج وترامب بالتحديد، نحن نتوقع تغييرا جذريا في طريقة عمل وسائل الإعلام من ناحية زيادة القيود عليها، وبالتالي أنا قلق جدا إزاء هذه المحاكمة، تكتسي بأهمية كبيرة جدا، كما أنها سوف تمتد على فترة طويلة، فكما ذكرت ما زلنا في المحكمة الخاصة الابتدائية إذا صح القول، وبالتالي عادة هذه القضايا تكون معقدة، ناهيكم عن قضية جوليان أسانج خاصة عندما وإذا تم استئنافها. إذن هذا نضال هام جدا للمستقبل، وذلك يعود بنا إلى هذه الفكرة التي ذكرتها، كلنا لدينا حواسيب مصغرة في أيدينا وذلك يمدنا بالقوة والقدرة على الوصول إلى المعلومات، لا يمكن أن نعيد هذه المعلومات إلى مكان اختبائها. سيد سميث، أيضا يعني نريد أن نفهم منك لأنك مقرب منه، هل فعلا يتعرض لمحاولات اغتيال متعددة؟ وبالتالي هل طرحت عليه تسوية معينة مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وبالتالي هل صحيح ما حكي أنه ربما قبل أن يتم تسليمه إلى واشنطن؟ أظن أن كل هذه ما زالت شائعات، لم أسمع أي معلومات مؤكدة عن هذا الموضوع خاصة من جوليان. أما بالنسبة إلى محاولات الاغتيال لست مطلعا بالكامل على هذا الموضوع، ولا يمكنني أن أؤكد ما إذا كانت هناك محاولات اغتيال أم لا، كانت هناك بعض حالات العنف ضده، ولكن لا يمكنني أن أؤكد محاولات الاغتيال هذه. الآن سنذهب إلى المشهد الأخير في هذه الإضاءة على جوليان أسانج، إعادة يعني استئناف عفوا محاكمته وطلب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمه إلى أراضيها. المشهد الأخير وهو المشهد المهم والذي طبعا تحدثنا مهدنا له قليلا الآن، جيل أسانج. I say that this generation, well, that perhaps our generation, but anyway, this generation being born now, in seconds in most countries, oh, sorry,
very shortly in most countries, and it's already happened in say China, most European countries, the United States, is the last free generation. You were born, and either immediately or within say a year, you're known globally. Your identity in one form or another, coming as a result of your idiotic parents plastering your name and photos over Facebook, or as a result of insurance applications or passport applications, transport on airlines, etc. You are known to all the world's major powers, all the world's major state powers, and all the world's major commercial powers. That's a very different situation for individuals to be in than they have previously been in. That a small child now, in some sense, has to negotiate its relationship with all the world's major powers. مهم جدا 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 هذا البعد الذي يطرحه أسانج في موضوع المعلومات واختراق الخصوصية للأفراد، كما يقول في ما استمعنا إليه الآن، الجيل جيلهم يعني، أو الجيل الذي ربما لا 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 يولد الآن، الجيل قبل هو آخر جيل حر، بما أن معلومات الشخصية عنه لم تنشر بهذا الشكل الواسع. وهنا أريد أن أعود إليك ليا أيضا يعني بهذه المسألة. في مشكلة في اختراق الخصوصية راهنا في العالم، وفي وثائق أيضا لويكيليكس تحدثت عن كيف أيضا تستغل الولايات المتحدة الأمريكية ما يحدث مع تيك توك، أيضا الآن ما يحدث مع الوسائل التواصل الصينية أيضا يخبرنا الكثير كيف أن الولايات المتحدة تريد أن تبقى هي مسيطرة على مصادر المعلومات، على الداتا المتعلقة بالأفراد والأشخاص. صح. أنتم كصحفيين الآن، ما هو دوركم في ظل هذا العالم الجديد من استباحة حرية الأشخاص والأفراد؟ دورنا أنه نكون عم جزء من دور ويكيليكس، اللي هي أنه أنت تخبر العالم وتحذريهم على المحاولات لاختراق خصوصيتهم واستباحة معلوماتهم. يعني كان خبر جوليان أسانج أنه أنت ما فيك بقى تحطي كلمة واحدة على جوجل صار بيعرف كل شيء عنك، محاولة اختراق أجهزة الحاسوب وأجهزة التليفونات كرمال أنه يسيطروا عليك، وحتى شاشات التلفزيون داخل المنزل بيهموك أنه هن مطفيين، بس هن بيكونوا عم بيسجلوا وعم بيراقبوا. هون دورنا نحن كصحفيين بيظهر، يعني انك تجربي توجه البوصله، تجربي رغم توجه انه انتم تعتمدون على هذه يعني هالمعلومات جزء ايضا من عملكم، يعني انه تعرفوا نحن ما الامور والخلفيات، يعني هي جزء من عمل الصحافه. صح، بس مش خصوصيات الناس. يعني هن لا، هن بيخترقوا خصوصيات الناس ليسيطروا عليهم وليجندوهم ولا كل هيدي المسائل. اليوم يعني الحرب بين دول العالم شو هي؟ حرب المعلومات، حرب التكنولوجيا، مين اللي بيسيطر عليها اسرع؟ تماما. دكتور سلامه، بما اننا نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه سيطرتها وكل ذلك، في مساله مهمه متعلقه بالدستور الامريكي طبعا، يعني نحن نعلم انه يكفل الحريات ويكفل كل ذلك، بس بقضيه أسانج بشكل اساسي، هل يجوز انتهاك هذا الدستور؟ هل إذا ثبت أنه انتهك هذا الدستور سيكون لديه ربما يواجه مصيرا معينا؟ يعني في هذا الجانب الدستوري الأمريكي أيضا، ماذا يمكن أن تشرح لنا؟ الدستور الأمريكي نظريا ودستوريا هو أول دساتير العالم التي نصت على حرية التعبير والصحافة وحرية العقيدة والأديان، وأيضا الحق في التجمع السلمي. وبعد الاستقلال وبعد إصدار الدستور الأمريكي ذاته 1778 صار هناك التعديلات العشرة المسمى بمذكرة الحقوق الأمريكية. في الصدارة بل في البداية والأساس، التعديل الأول في تاريخ تعديلات الولايات المتحدة الأمريكية الدستورية، وهو لا يجوز إصدار أي تشريعات أمريكية داخلية تقيد من حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العقيدة والحق في التجمع السلمي. إذن يستطيع مدافع أسانج وخارج قضية أسانج أن يدفعوا بعدم دستورية أي تشريعات وطنية داخلية
تقييدية أمريكية تنتهك وتحيف بالتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضعه ومن المفترض أن يضعه أسانج وفريق دفاعه منذ اللحظة الأولى في توجيه الاتهامات الأولية والاتهامات الأمريكية الأخيرة النهائية. دكتور، وإذا ثبت أن ما قام به هو تجسس؟ إذا ثبت أنه تجسس، إذا ثبت أنه تجسس، فهنا سيكون ملاحق جنائيا بانتهاك ما يسمى بقانون التجسس الأمريكي الذي صدر عام 1917 وبمجرد دخول الولايات المتحدة الأمريكية للحرب العالمية الأولى. ولكن هذه المسألة، مسألة التجسس، ليست مسألة بالسهولة بمكان إثباتها، في ضوء أن أسانج بداية في بداية التسريبات لم يكن هو الذي قام بالتجسس، ولا هو الذي قام في البداية بالهاكينج على المعلومات السرية. تفضل. عفوا دكتور، أنا يعني بدي أعتذر منك، بس الوقت بعد تبقى لدينا فقط دقيقتين. إذن كله مرهون كما نفهم منك بقدرة الدفاع على أن يقدم دلائل تضحض الادعاءات يعني الأخرى. طيب سنختم الآن هذه الحلقة بسؤال عن هلا بدي أرجع لعندك ليا، بس بدي أختم مع أستاذ سميث في سؤال مهم جدا. هل أسانج الآن أسس لجيل جديد من الصحفيين؟ انتصاره يعني انتصار هذه المعركة، وإذا خسر هذه المعركة معناه خسارة لهذا الجيل، لهذا النهج، لهذه المدرسة من الصحافة الحرة؟ أنا أبقى متفائلا، أنا متفائل يعني بطبيعتي، ولكنني أيضا أتفائل في هذا الموضوع، فالموضوع مهم جدا. إذا ما نظرنا إلى الفئة العمرية للصحفيين في دولة الذين يدعمون جوليان أسانج، نلاحظ أنه جيل شاب، أنها فئة عمرية شابة، وذلك يدفع بنا إلى الوثوق بهذا الجيل الجديد. وأنا أؤدي دورا تمثيليا للصحفيين المستقلين في العالم، وأنا متفائل جدا عندما أرى هؤلاء الشباب وهؤلاء الأشخاص، لأنهم مدركون للتحديات التي يواجهونها اليوم، وأنهم يجب أن يعتمدوا مقاربة معقولة ويسعون دائما إلى تحقيق المثاليات، بعكس الجيل السابق. الجيل السابق ليس كذلك، يعني أحيانا نكون واقعيين أكثر من اللازم، بينما الشباب يتفهمون التحديات ويحاولون جبهها. ولذلك أنا أشجع وأحث هؤلاء الشباب الصحفيين، شباب الذين يعملون بالمناسبة من مختلف دول العالم، ليس فقط من دول الغرب، لدينا صحفيون موهوبون من مختلف أقطاع العالم، ولذلك أبقى متفائلا. ولذلك نحن تقصدنا أن يكون في هذه الحلقة مجموعة، يعني طبعا أنت سيد فوغن معروف بعملك الطويل والمخضرم، وأيضا دكتور سلام الجرب أنوني، بس أيضا ليا يعني هي صحفية شابة ومتأثرة كثيرا بهذه المدرسة ولديها مبادئ وثوابت وقيم وكل ذلك، لهيك نحن حبينا عن جد أنه يكون في صوت للصحفيين الشباب. ليا، أنت ما الذي يدفعك أن تبقي في هذا الخط رغم الصعوبات التي تعرفينها جيدا جدا؟ مواجهة المنظومة. كان بدي أقول شغلة، أنه نحن عم يحكي كان الدكتور وعم يحكي أستاذ سميث، نحن من مين ناطرين العدالة لجوليان أسانج؟ من الولايات المتحدة الأمريكية اللي فارضة حصار على كوبا إلى 60 سنة ومجوعة الشعب ومدمرته، من الولايات المتحدة أكيد بدك تحكي عن كوبا، مش من الولايات المتحدة الأمريكية اللي قررت أنه مادورو منه رئيس شرعي وقررت أنه تحط رئيس بداله، من الولايات المتحدة الأمريكية اللي دمرت العراق وقتلت شعبه واحتلت أراضينا واحتلت سوريا ودمرتها، من الولايات المتحدة الأمريكية ناطرين البراءة لجوليان أسانج لشي قضية خرق معلومات ولا خرق قانون؟ لا، هيدا اعتقال سياسي. هي منا قضية جوليان أسانج، هي قضية العالم كله سوا. بس كل العالم الحر والسجن لا يرهب جيلك ليا، أنت وجيلك يعني شخصيا والمؤسسة التي أمثل، لا ترهبنا هذه التحديات، بالعكس هيدا التحديات بتخلينا أنه نحن نواجه ونقاوم ونكفي بالخط على الآخر. ليس أفضل من هكذا ختام، يعني لن نجد أفضل من هكذا ختام لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك ليا أزي. شكرا لنا. شكرا جزيلا لك سيد فوغن سميث الصحافي، كنت معنا من
لندن من بريطانيا. أيضا دكتور أيمن سلامي، شكرا لكل المعطيات القانونية التي قدمتها لنا، كنت معنا من القاهرة. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من المشهدية خاص. إلى اللقاء.